الرحمن الرحيم الشيخ خليل مرحيل أبو الفيتة. أهلا وسهلا. أولا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اليوم هذا يوم عيد، فليس لنا مطلب عن سيادة المحافظ ولا عن سيادة رئيس الجمهورية، فكل التحية والتقدير إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأيضا نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى رجال القوات المسلحة الذين هم وصلونا إلى هذا المكان. نقعد هنا في رفح، مدينة رفح الجديدة، على بعد كيلومترات من الحدود، فهذا شرف كبير لنا وشرف لقوات المسلحة التي بظل الله أولا ثم ظلهم في ما بذلوه من تطهير الإرهاب وفعل وضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل أن نجلس هنا في مدينة رفح، نحن وأبناء شمال سيناء وشيخ زويد ورفح وكل ما فعلوه، فكل الشكر والتقدير والاحترام لهم. كلمة أخيرة للسيد وزير المحافظ، إن أنا أتقدم له بالتبركات على تجديد الثقة له إن شاء الله لنا محافظ تجديد مرة أخرى لنا، فكل الشكر والتقدير، وهذا من أجل ما قدمه وما كان يجلس بين دواوين محافظة شمال سيناء في قراها ونجوعها ويسمع للصغير قبل الكبير. فشكر لسيادتكم وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله في العام القادم نجلس هنا مع أستاذ أحمد موسى إن شاء الله على وعد كما وعدناهم ووعدنا، فنجلس هنا في مدينة رفح إن شاء الله وكل عام وسيادة المحافظ كمان إن شاء الله سيادة المحافظ معنا كده. وربنا يطيل في أعمارنا وأعماركم إن شاء الله جميعا. شكرا سيادة المحافظ. شكرا جزيلا. طبعا لأخ شهيد تفضل. أتمنى من سعادتكم ألا تكون شروط امتلاك الشقة تعجيزية، بل تكون إن شاء الله في متناول متوسط الإنسان العادي. فنتمنى يا حبذا لو تدينا ما هي الشروط التي يمكن للمواطن يتقدم بها. الشروط كلها موجودة وإن شاء الله هنعلنها على مصر كلها من خلال ميكروفون أحمد بيه إن شاء الله. شرف. والقنوات كلها هنعلن عن كل الشروط اللي موجودة. وعايز أزود بس أقول حتة أنا نسيت أقولها، إنه إحنا في بالنا، أنا افتكرت طبعا لما الشيخ أبو مرحيل بيتكلم الشهداء والأسر احنا منظمين 10% من الشقق لأسر الشهداء والمصابين مخصصين، دي أول حاجة. تخصيص يعني رايز. احنا 656 شقة 10% منهم لأسر الشهداء والمصابين. كويس. 5% ودي غالبا الدور الأرضي للأفراد ذوي الهمم. كويس. لانه طبعا لان حتى كمان في بعض الافراد اصيب نتيجه العمليات. نعم. وبالتالي حصل له ظروف، لازم طبعا حصل له ظروف طبعا. وموجود الخمسة في المية التانية، احنا انا قلت 10% وخمسة في المية، الخمسة في المية التانية سكن اداري للجهات اللي هي بتخدم علينا كلنا. يعني مثلا المنفذ بتاع رفح، ما هو في ناس موجودة ولازم مسؤوليتنا ان احنا نعمل زائد، يعني احنا الخمسة في المية ديت لصالح الفئات اللي هي بتقدم لنا الخدمة وبترفع من شأن مدينة رفح. 80% لبقية الناس، ده التوزيعة بتاعة الشقق اللي احنا ان شاء الله هيتم التوزيع بناء عليها. شوية شروط هنقولها ان شاء الله، انما زي شروط مثلا السن من كام لكام، احنا خصيصا لاهالي رفح خلينا السن من 21 ل 55، عشان برضو يعني ما نظلمش الناس الكبارة اللي هم الكبار سنا انهم يبقى ملوش حظ فيها. فدي شوية شروط موجودة ان شاء الله هنقولها الناس كلها، وكل شرط مكتوب يعني مفصلينه بالمزورة عشان خاطر الناس كلها تستفيد. سيادة محافظ قبل ما نختم، واحنا في شمال سيناء ما ينفعش الا ونعرف من حضرتك والناس كلها مصر اللي بتعمله لأشقائنا في غزة،